وكان حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى قد وصل بحفظ الله ورعايته إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة في وقت سابق، حيث كان في مقدمة مستقبل جلالته لدى وصوله أخوه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة المصرية وسعادة سفير مملكة البحرين لدى القاهرة وأعضاء السفارة.